نقاش الظهيرة المتمحور حول ذكرى تأميم المحروقات دور الجزائر يتعزز وما زال يتعزز في السوق البترولية والغازية إقليميا ودوليا. من أجل مناقشة هذا الموضوع يحضر معي الدكتور كمال ديبة الخبير الاقتصادي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. اليوم نحن نتحدث عن مكاسب تحققت، عن رهانات استطاعت الجزائر أن تكسبها في معركة السوق الدولي للغاز والنفط، يعني في المحروقات عامة. بقيت التحديات، اليوم ما الذي تحقق وما الذي سيتحقق ضمن هذه التحديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالنسبة لقطاع المحروقات في الجزائر شهد عدة مراحل منذ أن استرجعت الجزائر سيادتها على قطاع المحروقات في 24 فبراير 2071. منذ ذلك الوقت حاولت الجزائر أن تتموقع على مستوى السوق الدولية للنفط وللطاقة بصفة عامة بإنتاجها للغاز كمنتج ثاني ينافس تواجدها في السوق الدولية فيما يخص إنتاجها للنفط وتسويقه. هذه المراحل بلغت إلى مستويات خلقت بعض الأزمات للجزائر، خاصة لما انهارت أسعار النفط والدولار في سنة 1986، وهي أزمة عالمية عانت منها الجزائر، سرعان ما تعافت منها. أما الآن فالعصر الذي نعيشه الآن هو عصر الطاقات المتجددة، ونلاحظ أن السوق النفطية ولا سوق الطاقة في العالم يتجه اتجاها نقيا، اتجاها أخضر كما يقال. الشركة الجزائرية لإنتاج النفط وتوزيعه شركة سوناطرات تأقلمت مع هذه الظروف وسطرت عدة برامج، من بينها الذهاب إلى إنتاج طاقات جديدة مثل الطاقات الهيدروجينية، وحاولت أن تنتج ما يسمى بالطاقات البديلة وهي الطاقات النقية التي تتطلبها التنمية المستدامة في القرن 21. ما يخفاكش الأمر أن الجزائر وقعت على اتفاقيات بيئية كبيرة، من بينها الاتفاقية الإطار التي تؤدي إلى حماية المناخ والتي كانت نتيجة قمة ريو دي جانيرو في 1992. في هذا الإطار نرى أن سوناطراك انتجهت الآن سياسة مزدوجة، أولا تعزيز ما كانت الطاقات الأحفورية التي تنتجها وهي النفط والغاز، خاصة وأنها تعتبر لاعبا محوريا في سوق الطاقة في المنطقة الإقليمية التي نعيش فيها وهي شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا، وكذلك بالنسبة لسوق الغاز الذي يشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة مع الظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم ويشهدها سوق النفط. اليوم أقفلت أزمة أوكرانيا عامها الأول، لأنه في 24 فبراير من السنة الماضية كانت انطلقت هذه الأزمة الحربية، ونظن أنه الآن بعد سنة تموقع لاعبو النفط في السوق النفطية، والجزائر أخذت عدة عقود في أوروبا باستثناء العقد الإسباني، يعني بغض النظر عن ما هو موجود من أزمات سياسية اقتصادية مع إسبانيا، إلا أنه عقودنا مع الإيطاليين منحنا يعني ذلك المكان، تلك المكانة المهمة، خاصة وأننا سوف نكون من بين أكبر المنتجين والمصدرين والممولين لأوروبا. هذا في جانب النفط. هناك بالمقابل بعض القطاعات أو بعض الاستثمارات التي تحاول سوناطراك أن تخوض فيها، وهي إنتاجها للكهرباء وإنتاجها للطاقات النقية، مشاريع كبيرة موجودة خلال هذه العشرين سنة القادمة. على الأقل سوف تحاول سوناطراك أن توازن ما بين الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة، وتحاول أن تكسب قدما أو تضع قدما في أوروبا، لأن طاقات الجيل القادم وطاقات القرن القادم هي طاقات المتجددة. نظن أن السلطات على مستوى هذه الوزارة، وزارة الطاقة، يعونك تمام الوعي بأنه القادم سوف يكون أخضرا ويكون نقيا. ومن هذا الباب نظن أن النتائج الأخيرة التي حققتها سوناطراك سواء فيما يخص الإنتاج وفيما يخص التصدير، وكذلك فيما يخص المبالغ الهامة التي رصدتها للاستثمار في البحث عن آفاق جديدة وحقول جديدة ومحاولة الدخول في شراكات مع دول أجنبية. سوناطراك سوف تذهب في قادم السنوات إلى محاولة الاستثمار والتواجد في الأسواق الخارجية. كل هذه يعني نظن أنها نظرات
توحي بأنه سونات راك تتعصرا وتتقدم نحو الأمام في عصر الطاقة وفي عصر المنافسة. هذا على الصعيد الإقليمي وربما على الصعيد الداخلي وكذلك العالمي أو الدولي. اليوم لا ننسى أنه الجزائر تراها وبعين أوروبا هي ذلك الشريك الآمن ذلك المستقر الذي سيزودها بالطاقة في جميع الظروف. اليوم كيف يمكن المحافظة على هذه المكانة المرموقة التي وصلت إليها الجزائر في السوق العالمية أستاذ كمال فيه؟ طبعا بالنسبة للجزائر إذا حبينا نبحثوا عليها كسياسة تنتهجها الجزائر منذ القدم، فالجزائر كانت معروفة من ناحية الدبلوماسية أنها بلد المبادئ، أنها بلد المواقف، أنها بلد الحوار، بلد الوسطية. كثيرا ما دخلت الجزائر في حل مشاكل سياسية وفي حل مشاكل أمنية، وكان لها يعني تلك المكانة الراقية. يشهد لها الجميع بأن الجزائر في مواقفها السياسية لا تبيع ولا تشتري، ويشهد لها الجميع بأن الجزائر لديها مواقف على الساحة الدولية مواقف مشرفة. نحن بلد لا يتدخل في شؤون داخلية للدول الأجنبية، نحن بلد كان دائما محل طلب للوسطة بين فرقاء كثيرين، بين إيران وبين أمريكا، ما بين إيران وبين العراق. يعني في كل المواقف الجزائر كان موقف يعني مشرف من الناحية السياسية، كذلك من الناحية الاقتصادية لم تخل الجزائر بالتزاماتها الاقتصادية تجاه الغير حتى ونحن في عز الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي. إذن مدام هذه الدولة في ظل الظروف الصعبة، ظروف أمنية، ظروف سجال سياسي كبير، إلا أن التزاماتها الاقتصادية مع الغير كانت دائما توفي بها الجزائر. الأوكرانية نعم، بالنسبة للأزمة الأوكرانية رغم أنه الجزائر وما تمثله من تحالفات استراتيجية مع روسيا، إلا أن الجزائر رغم أن أوروبا تأخذ موقفا معاديا لروسيا، لأن الجزائر لم تأخذ بطرف على حسب طرف آخر، أخذت مصالحها الاقتصادية بطريقة براغماتية جدا، حاولت أن تلبي الطلب الأوروبيين في حدود إمكانياتها وفي حدود وفائها بالتزاماتها الأخلاقية من الناحية الاقتصادية. شاهدنا أنه عدة وفود أوروبية كانت توافدت على الجزائر، وكل الوفود التي حلت بالجزائر ذهبت وهي راضية، لأنها وجدت في الجزائر ذلك الشريك الآمن من الناحية السياسية، من الناحية القانونية، ومن ناحية كذلك من ناحية الكلمة الدبلوماسية. لما تمنح الجزائر موقفا فهي تبقى عليه، ومن يتعدى حدوده مع الجزائر بالمساس بمبادئها السامية، هنا الجزائر تدخل معه ربما في تجميد لبعض الصفقات إلى غير ذلك، وهي لعبة دبلوماسية مشروعة. لكن من ناحية الاستراتيجية الجزائر لما توقع عقودها فهي تفي بعهودها، وهذا الشيء يجعل للاقتصاد الأوروبي نوع من الأمن والاستقرار في تحقيق استثماراته وتحديد سياسته الاستراتيجية على المدى البعيد، بما أنه هو متطمن من أنه مطمئن من أنه الإمدادات بالوقود والإمدادات بالطاقة يعني جاية من مقر آمن بكل المعايير، وليس من مكان ربما فيه اضطرابات سياسية وعسكرية. صحيح. أو حتى أن السياسيين قد يختلفون في الالتزام بمبادئهم. نظن هذه النقطة جعلت من الجزائر يعني محطة هامة في سوق النفط، خاصة قلنا في حوض البحر الأبيض المتوسط، ونظن أنه القادم سوف يكون أحسن. أبدأ من حيث انتهيت أستاذ. نعم. القادم سيكون أحسن. نحن نعلم أن القدرة والطاقة اللي هي متواجدة الآن، الطاقة والقدرة الإنتاجية. نعم. لا بأس بها، ذكرها. نعم. يعني البارحة الوزير الأول. اليوم في 2025 ممكن نتحدث إن شاء الله، يمكن أن تكون القدرة الإنتاجية أكبر من هذه بكثير. حتما، أنه الإنتاج في الجزائر رغم أننا لدينا إمكانيات ولدينا حقول معروفة ومحددة، إلا أن الحقول أو الطاقات المتوقع الوصول إليها يعني الدراسات موجودة، وما على الشركات سوناتراك إلا أنها تبرم عقود مع الشركات الأجنبية للذهاب إلى محاولات التنقيب ومحاولة استخراج هذه الطاقات الموجودة في باطن
بين الأرض. هذه من جهة. من جهة تانية أنه السياسة التي انتهجتها الجزائر حاليا هي سياسة الذهاب بعيدا في الطاقات الأحفورية، طاقات البترول والغاز إلى غير ذلك، ولكن الذهاب بطريقة موازية إلى الطاقات المتجددة. نظن أنه الجزائر تبحث على أنها تعوض استهلاكها الداخلي من الطاقة بالطاقات النقية لكي تتمكن من أنها تحشد كميات كبيرة من الطاقات الأحفورية لتصديرها إلى الخارج، وهذه هي سياسة ذكية جدا. خاصة أيضا رئيس الجمهورية في رسالته الهيدروجين وغيره، نظن الأمونياك كذلك تحدث عنه. هي الصناعات، هي الصناعات التحويلية التي تأتي من الصناعات النفطية. الصناعات النفطية الجزائر الآن لديها نسيج اقتصادي مهم، لديها خبرة اقتصادية وخبرة إنتاجية كبيرة جدا. حتى نظرتها إلى المستقبل في إطار اتفاقيات التي تعنى بحماية البيئة، تمكنتها من أنها تضع استراتيجية فيما يخص في السنوات القادمة. تعرفي أن الطاقة لا نتكلم فيها بسنة أو سنتين، الطاقة نتكلم بالعشرين سنة 30 سنة، وبالتالي هي عبارة عن مواقع نوعا ما أو توقعات استراتيجية بعيدة المدى. العالم يتحدث الآن على أنه في حدود سنة 2050 سوف يقل إنتاج أو يقل استهلاك من الطاقات الأحفورية ويزيد من الطاقات البديلة، الطاقات النقية. لما نشوف سوق السيارات، لما نشوف سوق السيارات رايح إلى سيارات الإبريد وسيارات الكهربائية، فحتما يجب علينا أن نفكر في هذا الأمر. السلطات على مستوى سوناطراك وكذلك الوكالات المختلفة للطاقة في الجزائر فكرت في هذا الأمر ووضعت عدة برامج، ونحن نشاهد تلك النقلة النوعية التي بدأنا نحس بها، أنه الطاقات البديلة بدأ حجمها يتزايد في الجزائر. هناك تزويد لعدد كبير من المدارس الابتدائية بالطاقات الشمسية مثلا، وذلك يؤدي إلى تقليص فاتورة الكهرباء مثلا. الذهاب إلى استغلال الطاقات الشمسية على مستوى الصحراء الجزائرية ربما لتزويد أوروبا بفائض من الطاقة الكهربائية. هناك عدة برامج موجودة وهذا يبشر بخير. يعني الجزائر وضعت يعني عجلتها على المسار الصحيح، وما بقي إلا أننا نقيم المسارات ونعيد تصحيح المسار للوصول إلى الهدف بإذن الله. ما يجب تصحيحه أستاذ كمال ديب بصفتك خبير اقتصادي اليوم؟ يعني لابد أن نقول أنه ماهوش كل شيء إيجابي على ما يرام، ولكن هناك بعض السلبيات التي يجب تصحيحها في هذه الاستراتيجيات وهذا التخطيط. من الناحية الاستراتيجية يجب البحث عن المنافذ للطاقات البديلة التي يجب أن ننتجها. هناك عدة ممولين قد ينافسوننا في تصدير طاقاتهم الطاقة الكهربائية إلى 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 الخارج. هناك الشريك كل اللي عندهم الصحراء معنا، ليبيا، الشريك الغربي، المصريين مثلا، ينافسوننا في إيصال الكهرباء إلى أوروبا. هذا شيء يطلب منا تحديات دبلوماسية، يطلب منا تحديات على مستوى سعر التكلفة، أن التكلفة يجب أن نقلل منها إلى أقصى درجة، أن نشجع الاستثمار في هذا المجال، أن نشجع البحوث على مستوى الجامعات في مجال الطاقات النقية، أن نشجع إنشاء المشاريع بالنسبة للشباب في هذا الإطار، أن نتوجه لتنمية الصحراء لأنه هذه هي اللي راح تمنحنا طاقات الإنتاج الطاقة الكهربائية البديلة في المستقبل. الهياكل القاعدية يجب أن تكون موجودة على مستوى الصحراء الجزائرية، ويجب أن ننفتح على الباحثين في كل أنحاء العالم، لأن الطاقة مبنية على أساس البحوث العلمية الدقيقة. يجب أن نوقع شراكات مع الدول التي تملك هذه التقنية، هناك ألمانيا، هناك كندا، هناك الصين، هناك اليابان، وبالتالي يجب أن ننتفع بهذه البراءات الاختراع ونحاول أن ننشئ هذه الصناعة ونستبق الأمر، لأنه سنوات 2050 لن تكون سنوات الطاقات الأحفورية بل هي تكون سنوات الطاقات المتجددة. يجب أن نزرع ثقافة الاقتصاد في الطاقة، لأنه في الجزائر نستهلك كثير من الطاقة الأحفورية، نبدل الكثير من الطاقة، هي طاقة مدعمة ونحن نبدل فيها يعني بصفة يعني كبيرة جدا. مش راح نحصلها إلا وإحنا نوصل اللي وصلت إليه الآن فرنسا. بطبيعة الحال يجب أن نصل بالمواطن الجزائري أن يصبح مواطنا مناضلا طاقويا، أنه لا يبدل وأنه يعي بأن هذه الطاقة
تكلفنا الكثير والسلطات العمومية تدعم سعر هذه الطاقة، لكن إذا وصلنا في عملية الإهدار والاستهلاك الكبير لن نتمكن من تصدير الفائض إلى الخارج لأننا سوف نستهلكه محليا. لذلك في المعادلة البحث عن الطاقات البديلة ومحاولة الاقتصاد في الطاقات الأحفورية هي 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 حصان طروادة بالنسبة للسلطات العمومية حاليا، ويجب أن تمضي فيه قدما للبلوغ إلى تلك المعادلة القوية، تقليل من التبذير، اكثر من التصدير، إحلال بدائل طاقوية، وإحلال رفاهية اقتصادية بالنسبة للجزائريين، خصوصا بشأن التبذير، لأنه ما كناش حاسين بقيمة الماء إلا بعد ما المخطط ولا يجينا النهار في بطبيعة الحال. هنا اللي حسينا بتلك يعني بذلك التبذير اللي كنا بدروه للأسف، وكذلك على الجزائر أن تستغل كل مقوماتها الدبلوماسية من أجل تصدير وإنتاج هذه الطاقة. نشكرك جزيلا شكرا أستاذ كمال زيب على حضوركم معنا. نذكر فقط مشاهدينا الكرام قبل الختام برسالة رئيس الجمهورية بخصوص تأميم المحروقات، حيث قال وأنه في نفس هذا اليوم نستعيد ذكرى تأميم المحروقات عندما هب المهندسون والتقنيون والفنيون ليواكبوا ذلك القرار التاريخي وليكسب بتحكم فائق رهان الاستمرار في الإنتاج، ويتولى من خلفهم بكفاءة واقتدار الرفع من قدرات إنتاج النفط والغاز التي تعزز بها دور الجزائر في السوق البترولية والغازية على المستوى الإقليمي والدولي. وكذلك في الختام اغتنم الفرصة رئيس الجمهورية ليحيي كافة إطارات وعمال قطاع الطاقة والمناجم، وثمن الجهود الكبيرة لمجمع سوناتراك لما بلغه من مكانة رائدة في ظل التحولات الطاقوية العالمية المتسارعة، ولما يطلع به من مهام حيوية في مسار الانتقال الطاقوي. وقال رئيس تحيا الجزائر، عاشت الجزائر حرة أبية. هكذا مشاهدينا بهذه العبارة التي جاءت في آخر رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، الذكرى المزدوجة طبعا، ختم رسالته ونحن بهذه العبارة نختم وإياكم أوراق الظهيرة. ألقاكم عند تمام الرابعة، إلى اللقاء.